بدك تاكل هاللحمات يا حبيب. الحكيم قال نزل منك دم كتير ولازم تتغذى. وليش انا لحم وهن رز؟ باكل مثل ما عم ياكلوا، والرز احسن وبيغذي اكثر. كتر خيرك يا ابني، انا بس بدي اكل لحتى اعيش، وانت تكبر وشوفك صرت حكيم. هلا شط عجب دقى الحكيم، حتى بكره اكبر وحط لك ايد واجر. شو القصه؟ ماشي يا بنتي ماشي. فادي عم بيقول حابب كتير يعمل حكيم. بقعد حدك بطعميه؟ لا، صار فيي اكلهم بالشوكه. الله يقدرك ويقدرنا يا ستي، وتعمل اللي بدك اياه، حكيم او غير حكيم. لا، انا بدي اعمل حكيم، هيك وعدت الماما والبابا. ان شاء الله يا ستي، الله يسمع منك. وانا شو بدي اعمل؟ انت بدك تعمل تحتك. انت مبسوط كمان؟ تحتك. انا يدلي عليك انت. فادي، بس تخلص الغدا يا ماما، بدك تروح عند عمك عبد الله تاخذ له هالزواده. هاي ما اجا، مشغول بالدكان. ها، انا خلصت. وانا كمان. وانا كمان. يلا كمية، يلا يلا لعبوا قدام الباب. ايه، وغسلوا ايديكم. يلا وانا خلصت، انت قاعدة تفوت هالصحون الفاضي، اجليهم شوي. لا خليهم، انا بجليهم. معلش يا بنتي، بتسلى. طيب صحتين يسروا يمروا. عقلبك عم نعذبك انا وعمي عبد الله. بتعرفي يا امل شو؟ مش عارف كيف بدي كفيه لعمي عبد الله والمختار كمان. بالفعل ربحت لهم جميل، حرام المختار قديش ركض وطلع ونزل، وعمك عبد الله قعدت معك كل الوقت. حرام، كان ينام على الكرسي. ترجى بالاخر هونيك المرضى لشفقت عليه وجبت له حرام ينام على القاعد. الله يقدرنا تنكفيهم. ما عليه، الله حرمني من البي بس ما حرمني من عم مثل البي. ونسيتني انا؟ لا، انت قبل الكل. الله لا يحرمني منك. منك كمان. يا شباب، بدكم نلعب ورق منلعب، بس عشرت. إذا إجا حبيب ما حدا بيلعبه. ليش نحن مجنين؟ ولو حسبنا بالعقل. يا زلمي، حبيب الله يساعده، هو ما بقى يجي يلعب. ما بتعرف، يمكن يجي يلعب تنسى مصيبته. شفيق، اللي معلق بلعب الورق صعب كتير يتركه. لا لا، مش معقول يجي، ولو حسبه بلا مخ. أنا من جهتي بقول إنه بحياته ما بقى يحط إجره عندك يا مسعود. طيب، بس على كلن يا شباب لازم نعمل عونة ونساعد مرته كم يوم. ومش بس هيك، لازم نحضر لهم شوية حطب الشتوية. عفاك، الجميع بدو يتدفوا بالساعة. أنا ساعتي بدكم حاضر. وأنا حاضر. يا شباب، الله يديمكم، بعد في نخوة بهالضيعة. لكن بدك ينا نكون مثل رسوم أفندي، بلا شفقة ولا رحمة ولا نخوة. غالب بيعني إياها رستم أفندي هون ما بينجاب سيرته بالعاطل. ليش؟ مش هيدي هي الحقيقة؟ والحقيقة لازم تنقال، ولازم الضيعة كلها تعرف مين عدوة ومين صديقة. ولك يا أخي حتى بدقني، قلت لك رستم أفندي ما بينجاب سيرته بالعاطل وخصوصي هون، وهيدي القهوة مش معمولة تنحكي سياسة. سياسة؟ ليش أنا عم بحكي سياسة يا مسعود؟ شو دخل رستم بالسياسة؟ الله يطولك روح. هديلك الكبريتة وانت ولعها. لا يا امل، انا بولعها. ولو ما بدها هالقد زعل. ليش مقطوع الكهرباء؟ ما صدقنا صار في كهرباء بالضيعة. بيكون في عطل هلا بتجي. قبل ما نبنى خبري من بيي. ايه بيدي، حكايتك حلوة وجديدة. أنا مالي جلادي، هلأ ستكم بتخبركم. بلا خبرياتكم الليلة، بكرة بخبركم. لا، بدنا بي خبرنا خبرية والليلة. ايه بيدي، ليلة. محشورين على الخبرية الليلة، مش شايفين مقطوع الكهرباء؟ ايه، صرنا زمان ما سمعنا خبرية، ولا من بي ولا من التيتا. طيب طيب، أنا بخبركم حكاية. خير. كان يا مكان بقديم الزمان، عائلة فقيرة من 6 أشخاص، 3 صغار و3 كبار. وأكترية الأيام
كانت هالعيلة تنام بلا عشاء. ليش؟ لأنه بي هالعيلة ما كان يشتغل، كان عطيلة، ما كان لا يشتغل ولا يعمل شيء. ايه وبعدين؟ ولما كانوا هالولاد الصغار يقعوا الصبح جوعانين يا حرام، ايه كانوا يروحوا لحد الصوبيا تيدفوا. شو كانوا يلاقوا عليها؟ كانوا يلاقوا على سطحها أكل وكعك وحليب. من وين كانوا يجوا كل هاي دول؟ من الله، لأنه الله سبحانه وتعالى ما بيترك حدا، ما بيحب الفقرة يضلوا جوعانين. لأنه هالولاد وأهلهم كانوا مناح كويسين، كانوا يخافوا الله ويفكروا بمستقبلهم. ما خبرتني يا عبد الله كيف معنويات حبيب هالأيام؟ خليني ما خبرك أحسن. ليش خير، في شي جديد؟ معنوياته بالأرض، إذا بتطلع فيه بتشوف على وجهه كل مصايب الكون. مش هيني يا عبد الله، مصيبته كبيرة. المهم هلا أمل وأم حبيب كيفهم؟ الله يساعدهم ويكون بعونهم، بيحاولوا يمثلوا علي إنه الدنيا بألف خير. والله هالأمل يخزي العين عنها، بتحسها أوقات أخت رجال، وبدك المزبوط أحسن وأفهم من كتير رجال. يا ريت حبيب عنده هيك نفسية. نفسية هالمرة يا مختار بتخلي الواحد يحترمها وراسه مرفوع. صحيح، طال على بي الله يرحمه. بي بالماضي كان إذا ماشي على الطريق ووقع نصه ما ينخي يلمه، وكان بالحشرة رجال فيك تتكر عليه. إيه شو هالدني، الواحد منا ما بيعرف بكرة شو مخبي له. نعم رياري، فهو الناس لو كانت بتعرف كانت رقدت وخلصت مشاكلها ومصايبها قبل ما توقع. سبحان الله، هو اللي خلق الدنيا هيك. خير، مين جايينا بهالليل؟ تفضل. مسيناكم. اهلا اهلا. ايه بس ما تقولوش عني بلا ذوق، مارق من هون شفت الضام ضوى، قربت نتفي نتفي لقيت الباب مفتوح، قلت اكيد مختار ناصر. ولك اهلا وسهلا فيك يا مسعود، بس المهم يكون حلم بوشير. تفضل تفضل. ها شو يا مسعود، شو القصه تيرك القهوه بكير والهيئه رستم كمان مستغني عن خدماتك؟ يا خي تركت الشباب بالقهوه، طفشت منهم عم يحكوا بالسياسي ويتشرعوا، وأنا ضد عقل السياسي. ايه عفاك، تشرب شاي؟ لا يا زلمة شو بدي اشرب، قد ما شربان معوم. بتعرف عبد الله، عم فكر من اليوم ورايح خفف مشاويري عند رستم افندي. خير ليه؟ مش عم فيني رد الناس عني يا زلمة. هالقد؟ مخمنيني انا رستم افندي. ولو شي، كل واحد عنده موال بده يغني بيجي لعندي بيغني، كل واحد عنده شي ضد رستم بيجي لعندي بينتقده. وحياتكم اثنينكم ما بيحللون يبكوا على الاطلال الا عندي. المسعود قطيعة